الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر بعد شكر الله عز وجل لإدارة وإمام والمصلين في هذا المسجد جميعا لإتاحة هذه الفرصة لنتدارس حول شيء من أحكام صيام رمضان، لأنه يا جماعة العلم قبل القول والعمل. أنا بس هنزل الميكروفون لحد ما جماعة اللي يصلوا نتكلم ساكت. العلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. ورمضان الآن على الأبواب، فلازم أحكام الصيام قبل أن نصوم وقبل أن نفعل الصيام. أول نقطة وأول حكم نبدأ به قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسنه يعني أخلصه وأصوبه، فالخالص ما كان خالصا لله، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشرطين دل جماعة الإخلاص ومتابعة السنة ديل شرطين في قبول العمل الصالح من صلاة أو زكاة أو حج أو صيام أو صدقة أو بر والدين أو صلة أرحام. لازم أول حاجة في أي عمل صالح تخلص النية لله سبحانه وتعالى. فإذا عمل الإنسان العبادة ولو كان الصيام ولو كان الصلاة ولو حج 100 حجة واعتمر 200 عمرة، لكن كان في نيته الرياء وكان هذا العمل لغير الله عشان الناس يقولوا الله فلان ده حاج فلان وبيحج كثير، وكل ما يمشي الحاج بيجي بيضرب الباب بتاع البيت الركستين بتاعت الباب أبيض، ويا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار وحجا مبرورا وسعيا مشكورا إلى آخره، يتبجح ويتراءى للناس ويطبح الضبائح ويشيل من دمه ويختم في الباب الحجة الأولى والحجة الثانية. الرياء يبطل العمل، لأنه في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري شركت فيه الناس، عشان الناس يقولوا فلان ده صوام، فلان ده قرأ للقرآن، فلان ده صوته جميل، فلان ده منفق وجواد بيطعم المساكين، فلان ده بابه فاتح، عشان الناس ما عشان الله. قال: تركته وشركه. وفي رواية قال: فهو للذي أشرك. يعني أمشي للناس اللي أنت دار تعمل لهم ديل ما دار تعمل لله، خليه يدوكم الأجر. فإذا كان ده الرياء يبطل العمل يا جماعة، والرياء هو من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر، كرياء المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء إذا كان هو شرك أصغر يحبط الصيام، ما عندك أجر، يحبط الصيام ما عندك أجر. فإذا كان ده شرك أصغر يحبط العمل ويحبط الصيام كله. فكيف يا جماعة بالشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر زي شنو؟ الناس اللي بيدعوا غير الله، خلاص يا بيعماها في سماها، يا شيوخ العلفون الأسرع من التلفون، إلى آخر ما يقولون، مدد يا فلان مدد، أغثني يا فلان. ده شرك أكبر بيحبط، مش الصيام، بيحبط الدين كله كله. الشهادتين ذاتهم بينتقدا، عشان ما بزول يقول يا أخي نحن شهدنا الشهادتين، صلينا في الجامع
وبنصوم رمضان وبنطلع صينيتنا برا، هل تاني في شرك؟ عايز في شرك. ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. العلماء قالوا الآية دي دليل على إنه الشرك يجي بعد الإيمان ذاته، بعد ما زال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي في الجامع ويمشي الحج ويصوم رمضان ويصدق على المساكين، بس دار يقوم من الواطق الكب يا سيدي فلان دمرك برا طوالي من الدين. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الشاكرين بل الله فاعبد من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب منو قال دعاء غير الله؟ يا شيخ فلان مدد، يا سيدي فلان، تلقاهم كاتبين في بعض اللواري في بعض الحفلات والركشات يا فلان مدد يا فلان مدد. منو قال دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله شرك أكبر وكفر أكبر؟ ربنا قال كده، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله سماهم كفار، ربنا قال كده، تاني انت سميهم شنو؟ ربنا قال كده. وربنا سبحانه وتعالى قال لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشنو؟ شرككم. الله سمى دعاء غير الله، الله سمى شرك، وربنا سمى البدع غير الله كافر من الكافرين إنه لا يفلح الكافرون. فدي أول مسألة، الإنسان يخلص النية بالصيام لله ويصح عقيدته وإيمانه في ربنا، عشان كده الصيام ذاته ربنا فرضه على المؤمنين ما على غيره. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام ربنا خاطب بالمؤمنين الموحدين، ما خاطب بالمشركين. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصيام لرمضان وفي جميع الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وحج إلى آخره. كيف يعني نتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصوم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تصوم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني شنو؟ يعني رؤية الشهر الهلال بتاع رمضان. وهل يشترط أي زول يشوف الهلال حتى نصوم؟ أنت تشوف الهلال حتى تصوم، أخونا يشوف الهلال حتى يصوم، ده يشوف الهلال حتى يصوم، أخونا ده أي زول ده ما شاف يقوم ما يصوم. يجي يوم العيد تلقى الناس فرحانين بالعيد ومفطرين، تلقاه صايم مبوز كده وشلوف تناشف ويقول لك أنا صايم لأنه ما شفت الشهر. ده فعله ده باطل. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه. لكن الآيات دي والأحاديث عندها فهم، لأنه جاء في سنن أبي داود قال عبد الله بن عمر بن الخطاب تراءى الناس الهلال، يعني الصحابة فتشوا الهلال كل زول بعاين هلال رمضان هل بكرة ولا ما بكرة بعينه. قال ابن عمر رضي الله عنهما فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وابن عمر كم واحد؟ قال أنا براي شفته، جيت كلمت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له انا شفت الهلال وانا واحد. قال ابن عمر فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه. اذا الواحد المسلم الصادق العدل شاف الهلال وكلم الحاكم، الحاكم يصوم ويامر الناس المسلمين بالصيام، انتهى الموضوع. ما يشترط اي زلمه يشوف، لأنه عندنا بعض الجماعات أو بعض القبائل في بلدنا دي بالذات يصوم بعض الناس ويفطر بعض الناس، وده باطل، ما صحيح ما صحيح.
وليس معنى صمه لرؤيته وافطره لرؤيته، ليس المعنى انه اي زول يشوف حتى يجب عليه الصيام. لانه لو قلنا المعنى كده معنى الحديث ومعنى الايه فمن شهد منكم الشهر فليصومه، انه اي زول لو ما شاف ما يصوم، نقول انه العميان ما يصوم. صحيح ولا ما صحيح؟ العميان من المسلمين ومستطيع ونصيح ما مريض ومقيم ما مسافر وقادر على الصيام، لكن عميان ما بيشوف الشهر ما بيشوف الهلال ما يصوم. صحيح ولا ما صحيح؟ وده كله كلام باطل، لأنه العميان ذاته واجب عليه الصيام طالما كان مستطيع الصيام بشروطه وأركانه كلها. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي ما معناته أي زول يشوف، وإنما رؤية بعض المسلمين تكفي لرؤية جميع المسلمين. ده حكم آخر. كذلك من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق في الصيام. في ناس الواحد أول ما يقرب رمضان بتلقاه شايل هم، ولما يدخل رمضان مزاجه ده بيتعكر مرة واحدة، وأخلاقه تلقاه في نخرته في نهار رمضان. في شنو؟ يقول لك والله رمضان جاء والشمس حارة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مش بيصوموا رمضان بس، كانوا بيجاهدوا في رمضان. غزوة بدر كانت بتين في رمضان، فتح مكة كان بتين في رمضان، فكان بيغزو ويجاهد في سبيل الله في رمضان رضي الله عنهم وأرضاهم. وأحيانا كان يكون في سفرهم الصائم ومنهم المفطر، كما قال الصحابة كان منا الصائم وكان منا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر شيئا ولا المفطر على الصائم شيئا. وده حكم ثاني حناخده في حكم الصيام في السفر إن شاء الله إن يسر الله عز وجل في الأيام القادمة قبل رمضان. الشاهد إنه الإنسان يكون أخلاقه حسنة حتى لو صائم. يعني شنو صائم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو الكذب، الكذب قيل الغيبة وقيل الكذب، والأظهر والأرجح إنه الكذب. من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل بهذا الكذب والجهل، الجهل يعني السفه من القول والسفه من الفعل، ومن السفه في الأفعال تضيع الأوقات فيما لا يفيد أو فيما يضر ولا يفيد أثناء رمضان، إما في الليل أو في النهار، زي لعب الكشتينة والضمنة والليدو. والليدو الآن طوروا لكم بقوا جوا شنو؟ جوا الجلاكسي، تلقى 10 مادين رياصينهم كده، وفي حاجة في شنو؟ فاتحين لهم جلاكسي باطحينه في الواطية ده، والعشرة بعينه تي 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 4 ساعات. في شنو يا جماعة؟ قالوا ده نقتل الوقت، ما ذنبه؟ الوقت عمل شنو؟ الوقت ده عمرك، وربنا أقسم بالوقت، قال تعالى والعصر، قيل الوقت وقيل وقت العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تعمل الصالحات بتين، إذا كان وقتك ضايع في هذه الأشياء التي قد تضر ولا تنفع أصلا وأبدا، قد يضيع الإنسان بها الصلوات، صايم تلقى يبزغ النهار كله وما بصلي لأنه قاعد في الليدو. ده صيام شنو يا جماعة؟ هو الصلاة الركن الثاني قبل الصيام ذات، الركن الثاني كان الإسلام الصلاة قبل الصيام ذاته وقبل الزكاة. زول ما يصلي لأنه بضيع وقته، وممكن يقعد في اللعبة دي 4 ساعات، لكن لو الإمام صلى به 10 دقائق بس تلقاه يتمحرق. يقول لك يا أخي الكرهونة مشددين صلاتهم طويلة يا أخي، 10 دقائق وهناك 4 ساعات. 4 ساعات لما البطارية بتاعت الموبايل تنزل ويوصلوا بالشاحن يشتروا وصلة كهرباء، لكن قدام ربنا في الصلاة ما يقدر يقيف 10 دقائق أو 7 دقائق. حق الناس
اتقوا الله سبحانه وتعالى يا جماعة. ويحسب ليوم القيامة ولليوم الموعود وللموت مليون حساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أزول اتقي ذلك اليوم. وقال العلماء من مات فقد قامت قيامته. عشان ما تقول القيامة ديك لا، اليوم تموت قيامتك قامت، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولا الصالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فالإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. وممكن الآن نازل من السلم ده نموت، ممكن في دكانك في السوق تموت، ممكن راجع البيت بيركش يحفظها قندران، ممكن تجيك ملاريا تموت، ممكن تموت بس تنوم الصباح تصحى ميت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ممكن والله تنوم ما تصحى، شاي الصباح ما تشرب، القبر طوالي. والموت ما بيعرف زول كبير شايب وعنده 80 سنة ولا زول عمره 8 سنة. الموت ما بفرق بين كبير وصغير. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فده حكم إن الإنسان يكون حسن الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الصيام ما مجرد ترك الطعام والشراب، لازم تترك الحاجات دي، قول الزور والعمل به والجهل. ونواصل إن شاء الله في الأيام القادمة إن يسر الله عز وجل، إذا يسر الله قبل رمضان نواصل في أحكام الصيام. وقصدنا إنه ما نطول على الناس، لأن الناس وراها مشاغل، وحتى لا يمل الناس. والله تعالى أعلم وأحكم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.